نروح مع حضراتكم للجنوب للصعيد وتحديدا لمحافظة الأقصر بحضور عدد كبير جدا من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة. مدينة الأقصر بتستعد لاحتفالات مولد أبو الحجاج الأقصري، واللي بيتم الاحتفال به في مسجده وفي الساحة الشهيرة في قلب معبد الأقصر. كمان تم تنظيم الفعاليات المختلفة من الذكر والمديح والزيارات جوه ضريح سيدي أبو الحجاج الأقصري، وانتشار كبير قوي للأهالي بمحيط منطقة المسجد وساحة أبو الحجاج، واللي بتناسب طبعا ليلة النصف من شعبان من كل عام بيحضرها كمان آلاف من الزوار. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف دلوقتي اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ بسنت والاستاذ محمد. صباح النور يا فندم. يعني ست اللواء، عايزين حضرتك تشرح لنا كده الاجواء عامله ازاي على مدار الايام اللي فاتت وسط اجواء طبعا احتفالات مولد سيدي الحجاج الاقصري، يعني احكي لنا اكتر عن الموضوع ده. تمام يا فندم، احنا في البدايه بنحب نصبح على اهالينا في محافظه الاقصر وبنقدم لهم التهنئه بمناسبه الاحتفال بمولد سيدي العارف بالله ابو الحجاج الاقصري. احنا في كل عام في شهر شعبان بيتم الاحتفال بمولد سيدي ابو الحجاج الاقصري، وكان طبعا توجيهات سياده المحافظ المستشار مصطفى قالها جميع الاجهزه التنفيذيه بالاستعداد للاحتفال. وفي سبيل ذلك احنا نسالنا مع مديريه الامن عشان يتم الاحتفال بشيء من اليسر والهدوء وامان المواطنين، وبنفتح محاور جديده للتيسير على الناس. ونسالنا مع العائله الحجاجيه على مدار الاحتفال والبرنامج. احنا من مظاهر الاحتفال، من المعلوم للجميع ان مقام وساحه سيدي ابو الحجاج بتعتبر من اهم معالم محافظه الاقصر، وبيقصدوا من جميع انحاء الجمهوريه اعداد غفيره وكثير جدا من المريدين والمحبين. بيتم الاحتفال عباره عن 7 ايام، اخرهم بتبقى الليله الكبيره وكانت امبارح. ومن المظاهر ديت بيتضمن الاحتفال خطب دينيه وقراءه القران والمديح وفرق الانشاد الديني والتواشيح، وبيتم توزيع الحلوى والمأكولات والمشروبات على الزوار. وحضروا امبارح معانا علماء ومشايخ الازهر الشريف ووزاره الاوقاف ووزاره القران الكريم ورجال الدين المسيحي والاجهزه التنفيذيه والشعبيه بالمدينه. جميل. ولو احنا اتكلمنا على نشاه سيدي ابو الحجاج، احنا سيدي ابو الحجاج ولد في العراق سنه 1150 ميلاديه في شهر شعبان، وتوفى عمره 94 سنه، وفاته سنه 1244 ميلاديا، واستوطن في محافظه الاقصر واشتهر عنه الزهد والعلم والتدين، وبينتهى نسبه الى الامام الحسين رضي الله عنه ابن الامام علي بن المغرب رضي الله عنه. جميل. وله من اولاد عدد 4 اولاد، والعادات والتقاليد ديت تم تورثتها للاجيال من عادات وتقاليد من في العائله الحجاجيه، وكل اهل الاقصر بيستنوا الاحتفال ده. وخدت امبارح اعداد غفيره جدا جدا جدا. امبارح يا سياده اللواء زي ما حضرتك ذكرت هي الليله الكبيره لابو الحجاج الاقصري على مدار 7 ايام، طبعا مديح وابتهالات وذكر وانشاد، وطبعا عشاق ومريدين ومحبي ابو الحجاج الاقصري عددهم كبيره جدا من كل محافظات مصر. عايز اسال حضرتك وحضرتك رئيس مدينه الاقصر، هذا الحدث الديني او المهم جدا اللي بتحتضنه الاقصر كل سنه واللي هو محطوط نقدر نقول على خريطه السياحه في الاقصر، ازاي ممكن نستثمره وازاي ممكن يبقى فيه اعداد اكتر يعني موجوده لحضور مولد ابو الحجاج الاقصري؟ احنا بالفعل زياره سيدي ابو الحجاج والساحه الأقصرية وساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري بتتحط على جميع البرامج السياحية. صحيح. واحنا هنا في المحافظة اهتمينا اهتمام كبير جدا بالساحة، سيادة المحافظ من يوم ما جه وكانت الساحة ديت كانت معمولة بطريقة عشوائية، رفع كفائتها رفعة كبيرة جدا، اهتمينا بالإنارة وبالسطحات الخضراء وأماكن انتظار للناس بحيث إن المريدين والناس اللي بتيجي للزيارة ومحبي سيدي ابو الحجاج تلاقي في اماكن انتظار بتقعد عليها. جميل. وديت خلقت جو كبير جدا، وبدات الاعداد تكتر وتكتر فتاثر مش كده وبس، احنا فتحنا محاور وطرق جديده بتؤدي الى الساحه، فبالتالي بقى في يسر وبقى في اماكن انتظار للسيارات واماكن انتظار للمشاة، وبقى في رواج للمنطقه كلها بالكامل. واحنا بالفعل زيارة سيدي أبو الحجاج بتعتبر على جميع البرامج السياحية اللي بتبقى موجودة، في إذا كانت في وفود أو إذا كانت بتبقى في أي برامج سياحية بتبقى جاية تقصد سيدي أبو الحجاج.
طب يعني عايزين حضرتك تقول لنا مين المشاهير اللي بيحضروا فعاليات المولد؟ الفنانين؟ مشاهير يعني فنانين، لاعبين، اي حاجه يعني، مين المشاهير اللي بيحضروا الفعاليات؟ احنا امبارح كان عدد كبير جدا من رجال الدين، وخاصه رجال الدين الاسلامي، وكان كان موجود علماء ومشايخ من الازهر الشريف ووزاره الاوقاف، كانوا ومشايخ الطرق الصوفيه، قالوا كلهم كانوا موجودين، وتم الاحتفال، كان الاحتفال كان عظيم جدا جدا، تواشيح وقراءه قران، والنهارده هتبقى في ختمه القران الكريم في المسجد جوه بقى ان شاء الله قدام الضريح، بيتم ختمه القران الكريم، كل المشايخ بيكونوا موجودين، وكل بيبقى معاه المصحف بتاعه، بتبقى يعني بتبقى ليله ممتازه وليله جميله يعني. وبيبقى فيها طبعا اجواء من البهجه الجميله جدا لابنائنا واهلنا في الاقصر والمحافظات المجاوره، احنا بنتكلم حتى في قنا مولد عبد الرحيم القنائي، او يعني في اكتر من مكان، دايما بتبقى في حاله روحانيه جميله جدا في الموالد، بتنعكس على طبيعه الناس واللي بيشاركوا فيها. يا فندم الاعداد كانت غفير جدا، ده في حاجه بتتعمل كمان اسمها الاكله الشهيره اسمها كباب ابو الحجاج، دي حاجه متوارثه من 700 سنه. طبعا بيبقى عباره عن خليط كده من القمح وبعض القليل من اللحوم، بتعمل زي الكبيبه، وبتتوزع على كل البيوت في مدينه الاقصر، بتبقى فاتحه بيوتها للناس، بحيث ان الناس بتطعم الطعام، وبيوزعوا الحلوى، وبيوزعوا الشوكولاتات، وبيوزعوا الكبيبه ديت اللي هي اسمها كباب ابو الحجاج على الناس كلها وعلى المولودين كلهم. جميل جدا، بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات دي سيادة اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحدث مهم جدا مولد أو الليلة الكبيرة امبارح لسيدي أبو الحجاج الأقصري بمدينة الأقصر.